مرحبا بكم، نحن منيمو أواد الترخيب في هذا المركز من الأفضل في العالم. اسمي أوريول أغوليو، وأنا أعمل مدير في قسم تدوير الدولي في مركز إيمو في برشلونة. يعني إيمو في اللغة الإسبانية معهد للجراحة الميكروبية للعيون. يعملون في مركز إيمو بعض من الأفضل بين الأطباء في العالم في كل المجالات لطب العيون، مثل القرنية، الشبكية، الأمراض طب الأطفال للعيون، وأيضا الجراحات التقويمية للعين. يوجد بجانب مركز إيمو أو في مركز مدينة برشلونة بعض من الفنادق من 3، 4، أو 5 نجوم بصيغ متخصص لزبائن إيمو. إذا تريد أي سؤال أو أي خدمة أخرى تفضل، ممكن من هذه الصفحة الإنترنت.